مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين، تقع جنوب مدينة تعز وعلى بعد نحو 60 كيلومترا من مركز المحافظة، حيث كانت تعد عاصمة ما يعرف بلواء الحجرية قديما، ويربو عدد سكانها على 100,000 مواطن. في الفترة الأخيرة فوجئنا برغبة من الأطراف المتصارعة كافة ولا نستثني أحد بمحاولة تحويلها إلى مدينة ألوية بدلا عن الأولياء. فنحن في التربة نرفض هذا الشيء، التحشيد من أي طرف وتصفيات حسابهم في المدينة. قبل 4 أعوام حاولت ميليشيا الحوثي السيطرة عليها، لكن انتفاضة أبنائها عجلت برحيل الميليشيا كأول المديريات المحررة، لتصبح مكانا آمنا لنزوح آلاف الهاربين من جحيم الحرب. بالنسبة لمدينة التربة والتي انتفضت في وجه الحوثيين من بداية الثورة بطريقة سلمية وطردتهم شر طرده، وكان ذلك في 24 مارس، واستمر الهدوء فيما بعد من ذلك الحين، وكانت قبلة للنازحين وقبلة للمشردين وقبلة لكل من يعاني من ويلات الحرب في أنحاء الجمهورية. مؤخرا أصبحت المنطقة مهددة بفقدان ميزة الأمن والسكينة التي امتازت بها عن غيرها طيلة السنوات الأربع الماضية بفعل التحشيد العسكري المتبادل والاستقطاب بين الأحزاب السياسية، ناهيك عن مئات المقاتلين الذين استقدموا إلى المنطقة. عن هذه الحشود العسكرية وهذه الوجوه الجديدة التي لاحظناها في مدينة التربة أقلقت الناس، أقلقت المواطن بشكل عام على مستوى الحكرية. هذه التطورات دفعت بالآلاف من أبناء المنطقة للخروج في مسيرات بعضها رافضة والبعض الآخر مؤيدة، لتكشف مدى الانقسام في المدينة التي يظهر كل طرف رغبته بجر المنطقة إلى أتون الصراع، لكن على ما يبدو يحدث العكس. مخاوف كثيرة لدى المواطنين هنا من اندلاع أي صدامات لن يدفع ثمنها سوى المدنيين، لكن الجميع حتى الآن يعول على قيادات المحافظة السياسية والأمنية والعسكرية للعمل على احتواء التوتر. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مدينة التربة، تعز.